انتهاكات وأحكام بالسجن لسنوات طويلة. بهذه الإجراءات الخانقة ردت السلطة التنفيذية على مطالب الإصلاح. الإمارات 94 تحت شعار دعوات الإصلاح مرفوضة، شنت أبوظبي حملة اعتقالات أمنية. مدير التفتيش القضائي دكتور الشريعة والقانون أحمد يوسف الزعابي أول الموقوفين، ومن عنده تبدأ القصة. قصة الإمارات 94. إجراءات وصفتها منظمات حقوقية لا سيما Human Rights Watch والعفو الدولية بأنها تثير مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة. 15 حقوقياً دولياً حاولوا حضور جلسات المحاكمة إلا أنهم منعوا بل وأخطروا بمغادرة البلاد خلال مدة أقصاها 3 أيام. شنت السلطة التنفيذية في الإمارات حملة تشويه وذم ضد المتهمين. وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد تزعم هذه الحملة قبل أن تبدأ المحاكمة، ما يشير إلى النفوذ السياسي في القضية.